طبعا هو الفكره انها عمليه ليست بالجديده، يعني هذه العمليات تتكرر كل فتره، عمليه اطلاق نار ضد المستوطنين. انما من حيث التوقيت يا سيد جهاد، من حيث التوقيت داخل اسرائيل، مثل هذه العمليات الان هل ستجعل اسرائيل في الداخل تعيد حساباتها في تحركاتها في غزه، ام ربما تزيدها جنونا وتهورا؟ يعني لا اعتقد انها ستغير من طبيعه التصرفات الاسرائيليه في قطاع غزه، لان نحن نتحدث عن حكومه مجانين في اسرائيل. همهم الوحيد هو قتل الفلسطينيين اينما كانوا او تواجدوا، وبالتالي استمرار العمليه الاسرائيليه في قطاع غزه. لكن ما يحدث في الضفه الغربيه هو له اهتمامات ايضا مباشره للاطراف المتعدده، ليس فقط في الحكومه بل والمستوطنين الاكثر عنفا في الضفه الغربيه تحديدا، والمعارضه الاسرائيليه، لأن هناك تحذيرات متعددة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ فترة طويلة أن الإجراءات الإسرائيلية سواء ما يتعلق في قطاع غزة أو الإجراءات الأخرى التعسفية في الضفة الغربية وقرار وزير الأمن القومي بمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى وتضييقات على المواطنين الفلسطينيين جميعها، بالاضافه الى الجانب الاقتصادي، حرمان الفلسطينيين من مصادر رزق مثل العمال الفلسطينيين الذين يشكلون تقريبا 20% من العماله الفلسطينيه هي يعملون في اسرائيل او من العمال الفلسطينيين يعملون في اسرائيل. نعم. منع المقاطع ايضا، وبالتالي زياده الظروف الان يا سيد جهاد، عذرا على المقاطعه، الان الشباك يعلن ان شقيقين وفلسطينيا ثالثا من بيت لحم من مكان واحد الثلاثة هم من نفذوا عملية معالي أدومي. عذرا على المقاطعة، يعني تفضل. نعم، هذه المعلومات هو أعلنتها قبل قليل المصادر الأمنية، شقيقين وصاحب لهما. نعم. واضح أنها مجموعة أو خلية محلية على ما يبدو. تفاعل الحصول على السلاح، قد يكون قد زود بهذا السلاح من مجموعة مسلحة أو من تنظيم سياسي عسكري، لكن على ما يبدو أن خلال السنوات الأخيرة أغلب الذين يقومون بعمليات من هذا القبيل هم من الذئاب المنفردة كما تقول إسرائيل، أو ما كنا نسميه في الثمانينات من القرن الماضي المجموعات المحلية. نعم. مجموعة من الأصدقاء أو الإخوة يتم أو يقولون بأننا سنقوم بعملية نتيجة الظروف العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهي أولا الاحتلال وتمظهراته التي ذكرتها قبل قليل، المستوطنات والمستوطنين واعتداءات المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا تنسى أن هناك أكثر من 700 حاجز اليوم في الضفة الغربية، يتلقى الفلسطينيون في على هذه الحواجز الكثير من الإهانات، تقطيع أوصال الضفة الغربية بهذا الشكل الذي يعرقل وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصادر رزقهم وأعمالهم، يعرقل الحياة الطبيعية وحركة التجارة، ناهيك عن ما قلته قبل قليل فيما يتعلق الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل أماكن عملهم، منع المقاطع عن الفلسطينيين أيضا، ولا تشكل أيضا الموظفين العامين والمتقاعدين الذين يحصلون رواتبهم من وزارة المالية حوالي أيضا 20% من القوى العاملة الفلسطينية، بمعنى آخر أن 40% من القوى العاملة لا يستطيعون الحصول على رواتب أو أنهم يحصلون على رواتب جزئية أو أجزاء من رواتبهم. هذا أدى إلى مزيد من الضغط الاقتصادي، وبالتالي جميع العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي أعرض شعبنا في قطاع غزة عوامل تفجير للانتفاضة أو انفجار كبير كما أسميه، لأن الفلسطينيين يعتادون على كلمة انتفاضة، وأن الإجراءات في مدينة القدس في شهر رمضان ربما تكون هي المفجر لهذا. طيب. الانفجار، لأنه لها حساسية عالية كما قال قبل قليل ضياء. نعم. من رام الله. طيب. لأن الفلسطينيين يتعلقون بالمسجد الأقصى في شهر رمضان بشكل أوسع وأكبر مما يتعلقون به في الأشهر الأخرى. طيب اسمح لي يا سيد جهاد، يعني حين بدأت حديثك وقلت لنا إن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحالية تريد قتل الفلسطينيين أينما كانوا، اسمح لي،
هل أنت هنا استخدمت لغة مجازية تعبيرية أم تعني هذه الكلمة حرفيا؟ هل فعلا هذه الحكومة تريد تصفية الفلسطينيين قتلهم أينما كانوا؟ يعني بمعنى آخر على المستوى المادي نعم، انظر في قطاع غزة لدينا حوالي 30,000 فلسطيني شهيد، 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 جريح وأعداد غير معروفة قد تتجاوز 10,000 من الفلسطينيين. هذه إكادة جماعية للشعب الفلسطيني ناهيك عن الجوع أو التجويع الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين. الموت لا يعني فقط الجسد أو إنهاء الجسد، إنما الحياة الطبيعية للفلسطينيين، الكرامة للفلسطينيين، هذا أيضا موت. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تجويع للفلسطينيين حتى في الضفة الغربية، من اعتداءات المستوطنين على المنازل وحرقها ومركبات المواطنين الفلسطينيين وحرمان وضياع الأمن للفلسطينيين في الطرقات بين المدن الفلسطينية، جميعها عملية قتل. هناك قتل مادي وهناك قتل معنويا من خلال السياسة التي تستخدمها إسرائيل بعملية تشريد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم ومن منازلهم. اليوم يحاولون في قطاع غزة باعتبار أن هناك فرصة سانحة كما تعتقد الحكومة الإسرائيلية، لكن أيضا في الضفة الغربية السياسة المتفق عليها حتى الآن بين أغلبية الإسرائيليين وفي الحكومات الإسرائيلية هو تهجير الفلسطينيين، لكن بطرق أقل دموية مما يجري في الضفة الغربية.